عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من موتور سبور. اليوم نحبكم تركزوا معايا مليح على خاطر الكهرباء اللي باش نجربوها اي ديفيرونت بارابور للكهرباء اللي جربناها من قبل. فوالا هاكم عرفتوها، سي لا نيسان كاشكاي. اما مش لا نيسان كاشكاي التيرميك اللي مستنسين بها، سي با نون بلو لا 100% الكتريك. حتى الهبريد اللي راهو، اما ما نجموش نقولوا هبريد ونقفوا غاديك. تهناو هاكم مش تفهموا كل شيء في حلقة اليوم مع لا نيسان كاشكاي اي باور. حلقة نبداوها بالسومير. جويليا 1911، شركة كايشينشا موتوكار ترى نور في طوكيو اليابان من طرف 3 مستثمرين. المغامرة تتواصل على مدة سنين، الشركة تتطور وتعرف برشا نقلات نوعية، آخرها وأهمها هي الأليانس نتاع رونو نيسان. الأليانس هذية عطتنا نجاحات كبيرة ومن أهمها نيسان كاشكاي. هيا سيدي بن سيدي، الكاشكاي بدأت حكايته عام 2007، 3 جينيراسيون باس. أما في الجينيراسيون الأخرانية دخلت عليها لاتوش أنجليز. علاش؟ خاطر تو سامبلومون الصناعة تصير في ساندرلاند. في تونس عندنا 3 فينيسيون، فيزيا، أسنتا والتكنا. دايوغ احنا في موتور سبور جربنا لا فيرسيون تكنا، أما لهنا زادت علينا لا تكنولوجي إي باور. في الكاشكاي إي باور عندنا موتور إيسانس، أما هوش مربوط بالعجالي، ما عنده حتى علاقة. دايوغ ما عندناش بواتا فيتاس كيما في ليزيلكتريك، إما الكهرباء كيفاش تمشي. هيا هو باش نقول لكم، الموتور إيسانس 3 سيلاندر 158 شوفو هو اللي يليمونتي في الموتور إلكتريك، والموتور إلكتريك هو اللي ماشي في الكهرباء. إما لا يقول القائل علاش نعملوا في الدورة هذي كل، إما ورانا عملنا كهرباء إبريد عادية وكاو. يا سيدي من زيدك، اليابانية اكتشفوا أنه بالتكنولوجيا هذه نحميو أكثر الموتور، بيسكو خنته الوحيدة مش يخدم الإلكتريك وسجلوا الباتري. نحميو أكثر ودنينا على خاطر الكهرباء بلو سيلونسيوز. نحميو أكثر جيوبنا على خاطر غراسة التكنولوجيا الكهرباء تولي تكونسومي أقل برشا إسانس. سوري سور لو جاتو، الكهرباء سوقانها يولي أسهل، تجاوب فيسع وتعطيك السنساسيون تاع متعة سوقان الإلكتريك. ولهنا نقولوا ميرسي اكي، نقولوا ميرسي النيسان دافوار ديفلوبي سي تكنولوجي نتاع ليبريداسيون اللي خلتها تكون مختلفة اي سورتو اونيك. 158 شيفو بويسانس تيرميك، 188 شيفو او 140 كيلوات بويسانس الكتريك بور 330 نيوتن متر دو كوبل. الكاشكاي يجري 170 كيلومتر في الساعة فيتيس دو بوينت، يعمل 0% في 7.9، والكونسوماسيون في حدود 5.5 لتر على كل 100 كيلومتر. الاستهلاك يتبدل طبعا بين لي ديفيرون مود دو كوندويت، وين نجمو نختارو بين ليكو ستاندار وسبور. الكاشكاي فيما يخص السيكوريتي متحصل على 5 نجوم في اللوغو ان كاب، ما عندناش مشكل في ستاسيونمون بفضل الكاميرا اغيير ولي ديفيرون كابتور، ما عندناش مشكل نتاع سرعه اكثر من لازم بفضل ريغولاتور والليميتور دو فيتيس، وما عندناش مشكل نتاع سياقه مستويه بفضل لافيرتيسور دو فرانشيسمون دو فوا. بخلاف لي ديفيرون فونكسيوناليتي دو سيكوريتي، نحكي على الابيس، لو بي دي، لو اس بي، لامبليفيكاتور دو فريناج دورجونس، ويل كونترول ديناميك في دي سي، وغيره من لي اوبسيون اللي يخليوك متهني في وسط كرهبتك، متهني وخاصة مرتاحة. مرتاح بفضل المونتي دو جام اللي عملوها نيسان وبور كونفور بيان سور. القاعدة مرتاحة برشا، تريز ارغونوميك، في وسط اون امبيونس كونفيفيال غراس نوتامون ا سو توا بانوراميك. الخدمة في الابيتاكل اي تري سوانيي، والكاليتي داسمبلاج في قيمة الماركة. عندنا سيلري ميكس تي او بي تيسو، عندنا الكوير على الفولون وعلى البومو دو لوفيي دو فيتيس، وعندنا اكليراج دومبيونس على الكونسول سنترال يعطي ان افي حلو برشا خاصة في الليل. عندنا ان فولون ا 3 وانش عليه لي راكورسي دو كوموند، قدامو ان كومبيني دانسترومونتاسيون ديجيتال 12.3 بوس، وبجنبو ان اكران تاكتيل 12 بوس مربوط بان سيستيم اوديو بوز بريميوم ا 10 او بارلور، معاهم ان كيسون دو باس اكوستي ماس. حفل with you by my side, with you by my side.
الاكران تنجم تشوف منه الفيزيون انتليجنت 360 درجه الكهرباء فيها دو بور يو اس بي من القدام وزوز من تالي عندك شارجور اندكسيون 15 واط لتليفونك الكراسي القداميين شوفون ريغلابل اون اوتور وعندك لي زاكودوار نتاعك اش تحب اكثر من هك مرتاح متفرهد الاسباس موجود الفيزيون خرق العاده امورك 5 على 5 فهمنا توا اللي بنت الكهرباء في التكنولوجي اي باور نتاعها اما زاد فما ان ديزاين فتوقي ما عندي ما نقول فيه انا اون كالندر اون في اون روج دابي بالبيانو بلاك والكروم اللي يتعدى ويمس الكابوت افيك دي ليني برونونسي في لي زيكستريميتي نتاعو ثبتوا معايا لهنا الفو ليد نتاعنا مقسومين لي فار اون ليد اي اون ال دي ار عندنا برشا حده او نيفو دي زونتري دير من اللوت على جنب كهربتنا طولها 4.42 متر اللارجور 1.83 متر والعلو نتاعها 1.62 متر عندنا دي جونت الياج 19 بوس لي بواني في الكولور نتاع الكاروسري كوستود سور تانتي دي زونغل ايغو توا امبير فيكس وعندنا لي راي دو توا نحكيو بريفمون على لاريور دو لا فواتور نبداو بالليلرون نتاع الروكان بون فيو لي توندونس عندنا سبويلر افيك ان فو انتيغري لونيت اريير سور تانتي عندنا دي فورم اون ريليف يحسوك بالروبوستيس تاع الكهرباء عندنا اون انسكريبسيون كاشكاي وعندنا لا فيغتي نتاع نيسان اللي هي الاي باور نكملوا بالسيع نتاع الماء اللي توصل 490 متر مع الجيل الثالث نتاع كاشكاي نحكيو ديجا على ان سوكسي انورم دايور في نيسان يعيطوا له كاشكو وانتم ترجموها كيما تحبوا والباساج للتكنولوجيا الجديده اللي شفناها ببعضنا ما ينجم كان يزيد يقوي في البوزيسيونمون نتاع نيسان في السيجمون دي اس يو في فاميليو والاي باور يخلي دار اختيس يقدم بينا خطوه لقدام في عالم الالكتريك في تونس يلا نشوفكم مره جايه احنا هكا كنا وصلنا لاخر موعدنا في حلقه الليله من موتور سبورت نجموا تعاودوا تتفرجوا في الليسي نتاع نيسان كاشكاي تيكنا اي باور على الباج فيسبوك باج انستغرام شين يوتيوب الحوار التونسي وعلى السيت ويب الحوار التونسي.com موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه نهار الاحد من هنا الوقت نقول لكم ليلتكم زينه وتحياتي